اختبار اليوم يبدأ بسحب السكاكين. شيف مناف ابدأ بسحب السكين الأول. دال نون الهاء 7 3 8 7. أرقام وحروف مختلفة في ما أسحب. دا نون بي دال رابا كأنه أرقام سيارات. دال ميم ميم 0 7 5 2. على طول عرفتها إن لوحة سيارة سعودية. دال نون با 1 8 3 5. دال نون ها 5 3 8 7. شاف نبيل آخر سكينة ليك، تفضل. دا نون أليف 9 3 9 9. أكيد دي الأرقام غريبة بالنسبة ليكم صح؟ بس كل واحد منكم الأرقام اللي موجودة على سكاكين ومكتوب عليها رقم واحد من سيارات نيسان المشهورة بتقنيات السلامة. دي السيارات موجودة في الموقف الخارجي المطبخ توب شيف. عشان تبدأوا بتحضير أطباقكم، شيف بوبي حيقول لكم عن أول خطوة لازم تسووها. عايزاكم تروحوا برا مطبخ توب شيف عند العربيات وتدوروا على الكود. ده الكود هيفتح الشنطة موجودة كمان في العربية. الشنطة دي فيها تفاصيل بتاعت الاختبار. كود وحقيبة، هذا مشي توب شيف، هذا ميسيون امبوسيبل يعني. وقت البحث حيكون من ضمن وقت الاختبار اللي مدته 45 دقيقة. الوقت راح يضيع واحنا قاعدين ندور الدليل، يعني ممكن اليوم واحد فينا ما بيقدر يطبخ. جاهزين؟ جاهزين. وقتكم يبدأ. دحين. وركضنا عشان نطلع برا حق سيارات نيسان. دو ب هيت. كل واحد قاعد يدور رقم السيارة اللي طلع له في السكينة. أنا دال نون ها، هيدي سيارتي. وين دال ميم ميم؟ هنا أنت، هنا أنت، هنا. يلا 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 يلا. وين محطوط؟ حدا لقى شيء؟ هلا أنا مش شاطر كثير إني أدور على أشياء، وكل دقيقة عم نضيعها برا هي محسوبة من وقتنا بالطبخ. حوست في الأماكن الأمامية ما لقيتش. رجعت للور ما لقيت ولا شيء. لما شلت الحقيبة شفت حاجة بتلمع بين الوسط في الكرسي. لقيت الكود ورجعت نجري للمطبخ. شاف بلال في دقيقة ونص لقاها. دخلت المطبخ توب شيف باقي 43 دقيقة. برافو شاف بلال، جو 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 جو. عملت الكود، فتحت الشنطة. صدمت، لقيت الخيار ولقيت رسالة مكتوب فيها: شاف عليك تحضير طبقك الخاص، استخدم مكون واحد فقط، هو المكون الموجود في الحقيبة. اوف، خيار مكون صعب جدا. طلعت بالمخزن لقيته مقفول. فهم انه ما في مخزن. لقيت فوق الطاولة تاعي في زبدة لورباك وفي اعشاب برية وزيت زيتون عافية وبهارات مهمة مستحيلة بالنسبة لي. فكر فكر شيف بلال.